تمت وتترمل يكلمني ولو نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملا وشنا. ايه ده مستشار انا موجود؟ ايه ما جوه يا حضرتك؟ لا خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس؟ ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا يا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنظف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايا يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش. خش عليا يا عصر. عايز تضربني؟ جرايا يا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. الله الله يا صالح. صل على النبي يا صالح. صل على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاج، صل على النبي بس. معلش ضيف برضه. وطي. لا انا اضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص خلاص خلاص. معلش يا صالح. خلاص بقى معلش. خش خش. اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنش؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده؟ لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وديعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل. أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى قسمة العدل ولا لأ؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا أنت البانجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. أنا أسرق بنك؟ يا نهار أسود يا نهار أسود. أنا أسرق بنك؟ لأ لا لا لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها، ومعاك عربيتك وفيلتك بمالك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. بسم الله عليك. بيقول هنسرق. بالراحه ده سوقي. ده اسمها استلاف، عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغايه بكره هفكر فيها، وانتوا برضه دوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازما السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ تقروا انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت جنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتلة. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص مغاوري. قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها
بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع، صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي. بلغ خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي هو اللي ادعى ابوه تعديل على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت ادعى عمرو انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ اللي هو اللي يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زائر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. نجيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو؟ ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تزيدش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه. اقعد يقول لي تقضي معلاتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى اقعد ساكت. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف الميه في حاله. عمرك ما عملكش حاجه؟ دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ اه دورته وشكلها كده يعني في خطه حلوه. بتطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا. زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما توقفش فينا كده. اه بقى اعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعمل ايه في الميه؟ بس بقى انا طلعت ساكت بقى. هم بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي. ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطري استحملوا شويه بقى عايزين نستحمى في بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل لابس ايه؟ ده انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه واحد ليه طاقه فيا. انا ادافع عنك اقول ايه؟ ايه الخرا اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خدت ايدي بس اقعد. خلصت مش شرط. اقعد بقى وتعالى بقى ساكت بقى. حاضر يا عم حاضر. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله. انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان ما حدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبنا انا زيرو. حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده. ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ. لف سجاره. مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق قد انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في مدرسه. يا على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بتلشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذب انا قاعد معاكم والله. يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد مش ملاحظ دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفلك زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس على التاني. لا لا معلش ماشي عندك حق يا معلم زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هنروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا. الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق نص ساعه نوصل ساعه زمن نخلص المسائل. بس احنا كده محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو هنروح نقضي سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف سوري سوري يا عم. اقتراح يا صالح مجرد اقتراح. ولا
عايز ايه؟ ابوك بجد واخد عربيتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم، يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثة، ابويا معاقدني وساحب كل العربيات حاططها في المصنع، مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي يا جمال مين؟ سامي يا جمال الفنانة، سامي يا جمال. انت يا ابني سامي يا جمال. يا ابن الرقاصة. انت متخلف يا ابني، ايه اللي بتقوله ده يا جماعه؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامي يا جمال، يعني اتجوز على امك يعني مرات ابوه سامي يا جمال يا جماعه. ابويا معجب بسامي جمال، يعني بيك فان لسامي يا جمال، فاشترى العربيه بتاعتها من مزاد. يا اختي يا حبيبي يا فنان، والعربيه دي بتمشي ولا لا بترقص؟ لا يا حبيبي، العربيه بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاثنين العربيه دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذره تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوه. ليه يا صعلوق؟ ليه عرفت العربيه ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ادي هوايه ب 20 جنيه تصلح. خف ايدك شويه. شوف صاحبك النجم بقى. خف ايدك شويه. معلش يعني دي هوايه ب 20 جنيه؟ ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمه جاي يا بطل. انا معتمد عليك اعتماد كلي. بكره رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي انك بتشيل فيه الفلوس. يا صالح مش هينفع يا جماعه، ابويا لا. ايه ده؟ صالح هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انت اهبل يا عمرو، انت اللي قايل لي احنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي طبعا. لا كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا بتعمل ايه يا ابن انسى؟ بالراحه. الله بكسر التابلوه عشان اطلع سكرتير الكونتات. خف ايدك يا ولد. بيكسر التابلوه. دي حاجه بامير، تتلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها صح. شفت اللي فاكر صوت البورصه ازاي؟ عشان تعرف ان انا حقاني. صح. قول للغبي ده بالراحه. ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. عينيا احلى جبين لاحلى شباب، اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها جبات مرلوله. جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر ياد نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم ياد، انت طالع من النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى ياد، انت ياد ابن سايب باطه صح؟ اقعد، انا شايف فيك مشروع شابه. حاضر. اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله. جبات مرلوله. زيرو. ابو صالح حبيب قلبي. معايا حاجه حلوه قوي. الله يخرب بيتك. انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك. بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. ده انت هتفيحني ولا ايه؟ ايه ده وريني كده. برشام؟ انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار. بتاع ده حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ هتودينا في ده؟ الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجل شويه وعامل زمانه جاي، ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت هو من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا هذا. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطه. حاضر. يا سلام. ايه رايك؟ يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وساحره الخفي. اسمها ايه اللي الصفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا الفول. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر. ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ارحم. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى بس. امسك استضح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. ايه ده عمور، ايه ده؟ فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. ده يا عموره، هي إيه بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكر كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى عن ابوك.
فوقك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشين على رواقه. حوارات انا برضو اقول لك العب. ادي الدرع لعمك عمرو، ادخل يلعب يلا. تعالى يا حمد العب. بس يلا تعالى هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي الدرعات كانت معلقه. صباح الفل يا كبير. صباحك ابيض. الماتش خلص كام كام؟ بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج يالا، ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالتي. مين اللي جابت لنا الزناد؟ بتصعب ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتصعب ايه؟ يا نجم ايه الماسكه دي؟ انت مش حرام ولا ايه؟ ماسك فرخي الوزاره، كليك عين كمان. الواد اتبسط قوي. تمسك المعلم عدوه. عيب، الدار امان. البت اللي اسمها ايه؟ اللي كانت هنا دي اسمها ايه؟ البت المستورده دي اسمها فيفي. هي الانسه فيفي معهاش بنادول اكسترا؟ انا مصدع جدا. لا والله، ده فيفي معاها اللي احلى من البنامول. افيفي هات العلاج وتعالي تؤمرني. الله يعزك. معلش بس في ميه معدنيه؟ اه موجود. ارفع سلوحه. اتفضل. لا انا ما عنديش صداع. انا تمام. شويه وهيجي لك الصداع. الوقايه خير من العلاج. تسلم ايدك يا عبد خانة الرحمة. ابستو. امبارح انا مش فاكر حاجه خالص. نهار اسود. صالح قوم وضب معايا، قوم بسرعه. انا هوضب هنا وانت وضب هناك. نهار اسود. انضف فين؟ هناك بس بسرعه. وحيد ابوك قوم. انت صباعك فين يا عمر؟ اقول لك فين وما تزعلش؟ قول. المهم انت ما تزعلش. صباعك ماله؟ صباعي يا صاحبي. أنا ولعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول وقت. هو أنت سايد عليا كده ليه؟ الصباع إيدك هو اللي طار، أنت بتقرق ليه؟ تعبان يا صالح، تعبان. أنا مش مصدق يا أخي إن أنا مش هشوفه تاني. هو إيه ده؟ صباعي يا صالح، صباعي. صلاح هو الصباع ده مش ممكن يطلع تاني. ده على اساس انك برص؟ انت متخلف ادي يا عمرو. يا ابني هو مش الضفر بنقصه وبيطلع تاني؟ احنا مش نفكنا من المحن ده ونفوق العمليه بتاعتنا ولا ايه؟ اتصرفنا في موضوع السلاح،
هنتصرف ازاي في موضوع القنبله؟ مش عارف. هنتصرف ازاي؟ هنعملها احنا. صحيح. طب ما نعملها، ما نعملهاش ليه؟ هي مكرونه فرن، نحط القنبله في الفرن تطلع لنا جاهزه. مش عارف بقى، نشوف اي طريقه ونعملها. هنشوف اي طريقه ازاي يعني يا صالح؟ برضو نشوف اليوتيوب. يوتيوب ايه؟ احنا ندخل رابع ما بيننا ليه؟ اكتب يا صالح. كربونات صوديوم، حمض كبريتيك اللي هو ميه النار، باودر من الفاير ووركس، كور بينج بونج، والغالب على الارض بقى ولا ايه؟ لا الاستظراف هو انت ايه اللي انت عامله يا متخلف ده؟ انت قاعد بالشبشب بتاعك على السرير اللي انا بنام عليه؟ اقلع. حاضر حاضر، معلش انا اسف. شمع، بطاريات، خل، بطاطس. لا ثانيه واحده بقى، شبس ولا صوابع؟ هو انت كاتب طريقه عمل الشكشوكه؟ بتترجم صح انت ولا انت معتوه ولا ايه؟ ما هي الترجمه كده، هي بتقول بالانجليزي بوتيتوس، هتبقى ايه؟ يمكن بالانجليزي ليها معنى تاني، يعني زي عندنا احنا هنا ارنب يعني مليون، فاهم؟ اكيد بوتيتوس مش يعني ارنب يا جماعه. ما يمكن بوتيتوس دي يعني بطاس. مش بس بس بس، خلاص انا اسف. كمل يا عمرو، كمل يا اخوانا. انا حاسس ان الوليه دي الشيخه خديجه المغربيه بتاعه رد المطلقه وقلب الحبيب في 3 ساعات، والقنبله دي لا هتفرقع ولا نيله. صباحه ابيض. هتفرقع وهتشوف. بس كده انا شغلت التليفون، وروح ورا التبه ونتصل بالقنبله. يلا. لا لا لا، استنى استنى، الست كانت بتقول ان في اخر حاجه بقى نحط بنزين. يا ابن اللذينه يا عمرو. طب والله ليه لازمه اهو، تيجي عليك اوقات كده بتفكر جدع. زيرو البنزين بسرعه. يلا. بنزين ايه؟ الازازه اللي فيها البنزين كانت على السفره عند عمرو، قلت لك خدها. احنا خدها احنا خارجين. ده انا شربتها واحنا جايين في السكه. عم بيهزر بيهزر. اهزر زيرو بشويه هزار. يلا. والله العظيم شربتها واحنا جايين في السكه. هو ده كان بنزين؟ يعني انت يعني غبي وسكتنا؟ مفيش طعام، ما بتدقش، ما عندكش حاسه شغاله؟ ما انا قلت دي صفة عاليه يعني، وانت دماغك تقيله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقوش ما تقلقش. يعني هنعمل ايه يعني؟ انا هتصرف يا اخي. تتصرف هتعمل ايه؟ هترجع يا اخي. بس يا ابني بهدلت الدنيا، بهدلت الدنيا. جبتهم منين البنزين دول؟ من تانك البنزين بتاع العربيه. برضه ساعات كده بيبقى ايه شكلهم كده ايه، لما بتقرب للجد بتفوقوا بس كده ايه. كده تمام. يلا يلا يلا. تعمل ايه؟ بس هنا حلو قوي، هنا حلو قوي. استنى، انت بتعمل ايه؟ حاطط القنبله عشان افجرها. طب تفجرها انت ليه؟ ما فجرهاش انا ليه؟ يا عمرو بتكبر يا عمرو، هي لعبه يا حبيبي، انت عيل صغير يا حبيبي مش عيال. ما انت اللي قافش فيها اهو. صحيح يا معلم، انت اللي قافش فيها صح. ما تديني انا افجرها. طيب انت حظيت، انت كمان اديتك الموبايل هتبيعه. لا لا لا، انت يا ابني حبيبي اكبر، انت عيل صغير ولا ايه؟ اكبر حبيبي. العيال الصغير هو اللي بيشبط في الحاجه وانت شبطان اهو. هات لو سمحت يا صالح. ما تمدش ايدك عشان ما تقفش بجد. ها غباوه دي. طب اقول لك على حاجه، نلعب كيلو باميه. ماشي انا موافق. كله باميه القطه العاميه رهيب.
فرحان شوف فرحان يا صيا عملناها رجالة جدع انا صالح عيب عليك يا وحوش ما على دماغك العصفور كلها في كرشه. ايوه بس احنا كده في الامان وحقنا في العمليه مضمون. انتوا بتسموا الفتافيت اللي بيرميها لكم دي فلوس ولا حصه؟ صحيح اللي يعمل قفاء انطاره يستحمل الدور. انت محروق عشان عمليه لبن العصفور بلح حسيتك فيها راحه. ها انا بعون الله اقوم بالعمليه دي كلها لوحدي. فاكرين عمليه اسكندريه ولا السلاح البايظ بتاع روسيا اللي خلوه يلف حوالين نفسه ويجري يلملم فتافيت السوق عشان يرجع زي زمان؟ اهو طلع من كل ده سليم ورجع الدوله للسوق كله بترعب منه. وياك حق صحيح. انت ما حطيتش سكر في الشاي بتاعك؟ لا ما حطيتش. طب جرب السكر ده هيعجبك قوي. الدوله اللي بيقول لكم عليه دوت انا لمحته في كارفور بينقي بطاطس. ده بقى ده قوي يا معلمين. معاك حق يا معلم بوهيمي. انا برضو فاخر اجتماع قابلته بيتبل صدور بنين. ده حد تستأمنوه على فلوس ولا حتى اتفاق؟ انا عرفت بصنعة لطافة كده اوصل للجماعة الكوريين اللي هيبعتوله لبن العصفور. نخلص احنا من مجد دبدوب وناخد احنا عملية لبن العصفور تبقى بتاعتنا احنا بس. انا شرم وجلياط يبقى فرقة عزوة اللي احنا ما تعرفناش بالمعلم. انا جاي اشرب نسكافيه عادي. بس شكلك ما حطيتش طاقة يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطبحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل والله ليك وحشه. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله شبهه بالملي بجد. اه والله نشوف. خش خش معلم بدير. اصطبحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسالش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه. والله شبهه بالملي برضه. والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش 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 يا معلم بدير، في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عاد؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه سيدي المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المينيمو وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكس على امك؟ خلاص يا عاد، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا اتنين طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وطلع كريسبي. هات لهم ياد اللي هم عايزين. هات يا عم انت بتفهم الحاجات دي. ايه ده يا نجم؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ هو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور امان. ده تعمله كده بكافئه. منور يا مجدي.
خير اللهم اجعله خير. ده انا اتفتحت لي طاقة القتل. معلش بقى مجدي. الهنجر مش قد المقام. بس لو اعرف ان مجدي تاخدوه جاي للهنجر انا كنت فرشت الارض نوتيلا وبالبندق كمان. بس خفت من السحلة. فلوس يا بوهيمي. ابلع ريقك يا مجدي وانسى فلوسك. ولا اعلمك علامة زي اللي علمتك بيها في راسك زي المرة اللي فاتت. اعذرني بقى ما بعرفش ارسم. كان نفسي اعملها لك خط مستقيم. بوهيمي بقى. لسه دمك تقيل يا بوهيمي. بقولك يا دولة اديني الامر وانا اخلص عليه. لما المعلمين يتكلموا الصبيان تخرس خالص. ولا انت ما تفهمش في الاصول؟ ما ترد عليا قولي بتفهم ولا ما بتفهمش؟ خلاص يا مجدي مات. عصبني يا بوهيمي. انت ينفع حد من رجالتك يتكلم وانت واقف؟ انت يا كابتن ينفع تتكلم والمعلم بتاعك واقف؟ اه بتكلم. اخلص يا عم. انسى الفلوس يا مجدي وارجع انت ورجالتك عشان الطلقه هيخلص ورجالتك كمان هتخلص. ارجع يا ابني بيتك سالم غانم. سالم غانم؟ سالم غانم انا معرفش حد بالاسم ده. برضه هربت زي الفرخة يا بوهيمي. بس هتروح مني فين؟ اجيبك. شغلانتنا كلها اوضه وصاله. منك لله يا شيخ. لولا المامور تفاهم حالة نسمة وشاف رخصة السلاح بتاعي كان زمانه ملبسنا قضية كلنا. وانا ذنبي ايه بس يا عمي؟ بنتك هي اللي خدت المسدس واصرت ان انا امشي بيه، وبعدين انت قلت لي جريها. حبيبتي يا بنتي جننتلي البنت، جننت البنت. افتكر بعد فشل نظرية الخلخلة النفسية ما قدمناش غير حل واحد بس. ايه هو؟ انت عارفه كويس. لا بقولك ايه؟ ما تقوليش عمر. الموضوع منتهي. مش ممكن بقالنا ساعتين قاعدين هنا. انت مش قلت لي ان المكان ده هو اللي بيتغدى فيه؟ كان عامل دايت على حظي. بس انا لما سالت قالوا ان هو بيتغدى هنا. ايه الاخبار انتوا فين؟ لا انا لسه واصل اهو. يلا ما تاخروش بقى. امير جيف امير جيف. هطلب اكل قبل ما تيجي. على نفس المكان اروح فين يعني؟ يلا سلام. ازيك عامل ايه؟ زي الفل الحمد لله. ادلي يا حسين. انا يا حد اتاخرت عليك؟ استغفر الله العظيم. يا بنتي ارحميني. مش كل ما اروح مكان تيجي ورايا. ما انا بحبك يا امير. يا بنتي بتحبيني انت؟ مجنونه؟ مجنونه بيك والله. فرصه هو بيجري منكم كده ليه؟ تاري منكم حاجه ده؟ الحقوا يا اخي الحقوا. ما يعلم بيه الا ربنا. هو اللي ايه ده في ايه؟ انت والله حرام عليك. حرام عليك يا ابني. بس خلاص انا مسامح. انا خلاص مسامح. يلا يا عم اتكل على الله. اتكل على الله انا مسامح يا عم في الخبطه اللي انت خبطتها لي دي. يلا. وانا مش مسامح. ليه مش مسامح ان شاء الله؟ انت خبطتني من ورا يا اخي. الكوسه مقوره. خلاص ما اعتذرت لك وقلت لك مقوره. اه كوسه مقوره. والله حرام انا بتكلم. والله الكوسه مقوره. يا سماح الكارت بتاعنا اهو. لو حبيت تبيع التذاكر. تذاكر ايه؟ انا مش هبيع تذاكر. انا بس يا بس يا انت يا خلاص يلا ركب ده كابتن. امال خال؟ يلا يا خال يا خير. الله العظيم يا رب. تعالى شوف المصيبه اللي احنا فيها. ما خلاص يا ابني ما تعيطش بقى. ايه يامك اتكتب عليها تعيش مذلوله؟ امسك يا ابني المذلوله انت وهو. ثلاث تذاكر اهم واحنا ثلاثه. تذكرتين تذكره. عداني العيب. ايه ده؟ انت جبت التذاكر منه ازاي؟ بالتموين المغناطيسي. بس ده ما نامش. بس اداني التذاكر. وبعدين انت ليك اكل ولا بحلاق؟ الله يا ابن الجنيه. هو انت حرامي ولا سواق تاكسي؟ انا حرامي بس في اوقات الفراغ. انما التاكسي ده واجهه اجتماعيه. اركبهم يلا هوصلكم. فين يا عم؟ ما انا بجمع اهو. فين؟ ما ايوه بس خلاص. وقف 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 يا اخي
يا اخي في ايه؟ بقالنا ساعتين بالليل بتاع حمار مش عارف الطريق. حمار ايه وانا قاعد في السكه؟ اتكلمتوا مش عارفين ساكنين فين؟ من حاره لشارع لنقره لضحيره. الله يخرب بيوتكم ظلمته العفشه. الله يخليك يا استاذ، نتقابل في الحفله بقى. هقي ومقي وشغاليل وننبسط. تعالوا معاكم ازايزكم بقى. ازايز؟ احنا عندنا ازايز كتير في الثلاجه. عينك هات التليفون. مالك يا ابني مقير ليه ولا هنشيله منك؟ دوله مش معاه الا هو. دوله هو انا مع واحد تاني. هات ياد التليفون هخزن لك النمره. دول يو دخلت عليكم هذا التوه. معلش بقى الطبع يغلب التطبع. النمره هي خزنها باسم الرجوله بندق. هي الرجوله بقت بندق؟ يا سامي لا تعرف بارد بن حامي. حامي سلام. سلام يا اخويا. خير؟ هو انت ليه كل الناس اخواتك ما عدا انا؟ طب اسكت عشان ما اقولش. لا خلاص منظرك هيبقى وحش، هتبوظ الدنيا. ايوه كشكشها للمسمار ينتشر. حط كشكشها لايه؟ المسمار ينتشر. ماشي هديني. ماشي هاتي بالكوب. مش عارفة حظك كده ليه يا زيزت، دي رابع مرة عزيكي بجوز. شفتي نصيبي كده الحمد لله. بس سيبك انتي بتبقي زي القمر في الاسود. بجد؟ تجنني. ده انا كان نفسي اعمل ديزاين. البقاء لله. مرسي. بقى ايه في حياتك يا مدام؟ هو مش مات؟ ما اشوفش وشك هنا تاني. يلا سيدة هانم. ما في حياتك؟ ما في حياتك يا زيزة هانم. وده مين ده كمان؟ ده مطاوع. مطاوع هات لي قهوة. حاضر. هو في كده هنا؟ ايه معاك مش كده. في خدمتك يا فندم. معاك ايه؟ قهوة يا فندم. قهوة. ما شاء الله ما شاء الله. مش خلاص انا خلاص ولا ايه؟ حال لحيتي تدفني بسرعة. طبعا انت ارملة محترفة. شش. اللي جابك انت ناسي ان الله يرحمه هو اللي مربيني وفي مقام بابا. بابا كان نفسي افتكر معاك الذكريات الجميلة، بس للأسف عندي ناس مهمين جايين عشان يعزوني. لا بص ايه الفكرة، هاتي رقمك بقى عشان ابعتها لك على الواتس. انا عارف كل حاجة. عارف؟ عارف ايه؟ هقدم بلاغ للنيابة يشرح الجثة، نشوف الراجل ده مات ازاي. ده كان زي الفل اتخطف. انت بتلمح لايه جميل؟ هو انت خبت لما كبرت ولا ايه؟ خبت لما سبت الحاج يتجوزك. امي هتحبك قوي. ملفات عبد الباري لو اتفتحت ده اول واحد هيروح في رجلين. تقصد ايه؟ قصدي خلي الراجل مرتاح بدل ما نتعب كلنا. بتحب البوس؟ ده حب اكيد. شرفت يا جميل بيه. معلوم هتروح فين الشمس من على قفا الفلاح؟ هنتقابل هنتقابل. ما نجيلكش في حاجه وحشه. تعيش وتفتكري. سوري. ايه؟ مين يا بت دي؟ طب تعالى انا اجيب لك حقك. معايا جوه. تعالى بس بره. ضربتك ازاي؟ مدام في خبر مش كويس. خزيزي المرحوم فاضيه. ماشي يا سيزت ما وريتك. اما انا اكلت حته قلم يا بورس. البت ايديها ملبه.
ايه ده؟ الحاجه راحت فين؟ تذاكر فين يا؟ تذاكر ايه؟ ما الواد شكله غفلك وسرقهم منك لما خبط فينا. وانت كنت فين يا مادم؟ كنت واقف بتخانق معاه. استنى بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبله فجرت وداخله زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم نجم عايز ايه؟ المكنة دي تخصني بقى. يا خروج بقى. وانا ايه صوت الفرقعة دي؟ لوكي احنا مالناش دعوة ها؟ ولا كده عملنا حاجة؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا ايه صوت الفرقعة دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان صوت الفرقعة؟ برضه؟ اصل احنا حضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعة كده مش عارف وقص بيقع، تقريبا في حد لسه حاجة في الفرن. احنا شامين ريحة غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الأم. بروح أمك أنت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار أنتوا التلاتة. انتهوا! احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبلة، كفرنا يا أهلي، يا موتة ولا أكتر. شنو لا 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 ادخل يا ابني اهو يلا بالراحه يا عم الشبح اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو يا ابني انت تقف على الباب اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه حاضر يا ريس اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيب يا عينك كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه لا لا مرفوض ايه يا ماما انا مش مرفوض ولا حاجه انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح قلت اخش اشوف عاملين ايه صح يا زيرو زيرو مين انا يا نجم احنا مش قلنا مجدي انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح ساكت ليه ما ترد عليا ابني حرامي لا يا ماما حرامي ايه انا اقول لك انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز ايه بس وزفت ايه طول عمرك بقول عليك وفشله من ايام الجامعه حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فشله انا كنت جاي اسرق البنك انا كنت جاي استلف فلوس اشغلها واعمل بيها مشاريع كارد يعني وفي الاخر كنت هصدق اللي عليا البنك ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا زيرو ملوش دعوه وعمري مش محتاج اصلا وانت محتاج يا صالح يا ماما محتاج تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز لا بتشتغل ولا ملتزم عشان كده بقالك سنتين ما اتثبتش في البنك لا انا ما اتثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وهيودي في دماغه حسبي الله ونعم الوكيل ايوه صالح انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجه لكن للاسف انت دورت على الحاجه السهله عشان كده كنت عاوز تسرق البنك اما انت بقى يا سي عمرو فخيبت املي فيك انا عارف ظروفك كويس وعارف ابوك بيعاملك ازاي لكن ما كنتش هتخيل انك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح حضرتك بتكلمني انا شايفك باصص لي ايوه بكلمك انت معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص معلش علي صوتك علشان انا اتطرش انا اتطرش ممكن نسيت اوعى عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها بس العيب مش عليك العيب على ايه يا حاجه ايه يا حاجه الله الله يا حاجه ايوه يا حاجه يا صالح يا صالح انا ساكت عشان خاطرك انت يا وليه يا وليه انت مش شايف يا حاج يا وليه يا صالح يا صالح بابا بابا الحق
اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لما يبقى في باب مقفول نخبط؟ يا بابا سيبيه يلعب يا مدام، مش احسن ما يشم ولا يغتصب واحده زميلته في المدرسه؟ ايه ده ايه ده؟ طب هي عاليه فين؟ هي مش هتيجي؟ هتلاقيها بتظبط نفسها يا يونس، هما بنات اليومين دول يسوا ايه من غير الاكستنشن والبوش اب والسيليكون؟ طب ده احنا مره كنا جايبين نسوان انا وكردي والبت لسه بقلعها والله. لا 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 لا, لا, لا. انا بنتي عليها كله طبيعي في طبيعي. ومين يشهد للعروسه يا ام العروسه؟ بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. عموما احنا يونس ابننا سباح وجاهز من مجاميعه وشقه امه موجوده. اللهم طولك يا روح. وعلى كده الابوار ما فيهوش بسبوسه بالبندق؟ شوفوا بهوات انا بنتي ما تخشش على عفش قديم. البيت هيتفرش احسن فرش والعفش هيجي من دمياط بالطياره، بس مش هنكتب ايمن. وانت يا يونس هتصرف على بنتي منين؟ انا اللي اعرفه انك ما بتشتغلش، وما بوظف الكلمه امك اللي كانت بتصرف عليك. لا والنبي والنبي اديني طلقه في الفانيلا. مش طايق انا انا راضي. مساء الخير. ما شاء الله كل عوز باب الفلق من شر ما خلق. تعالي يا عروسه اقعدي جنبي. لا انا مش ده، انا شارب فودكا العصير هيعلي معايا. اسم الله عليك يا حبيبتي، اسم الله عليك. انت بتعمل ايه؟ انت فاكرها لانكا؟ بعيني يا يونس، في ايه؟ انت لما انت تعين انا اعمل ايه طيب؟ عينت خلاص. نقرا تقروا الفاتحه؟ قوم يا بنت اقعدي هنا. اه والنبي يا عم انا عايز اقول كده من الصبح. حاضر. ليه؟ في يا اخوانا البضاعه عجبانه واحنا شاريين. كاتب الكتاب والدخله الجمعه الجايه. انت مستعجل عليا يا جدع انت. ومين فيهم يا بنت اللي هيخش عليك؟ يونس طبعا يا بابا. مين فيهم يونس؟ انا طبعا يا بابا، انا طبعا يا عمو. بقول لك ايه يا جدع انت، وهو انا مش مرتاح للجوازه دي. قوم يا بنت خش جوه. حركه. حاضر. اما نشوف بقى مين خان يونس دوت اللي ظهر فجاه. تسمح لي بكلمه على انفراد؟ اوريك مين خان يونس اللي طلع فجاه ده؟ هنطول اجيب معايا العلبه ولا؟ بالعلبه يا حبيبي. ما تموتوش والنبي. ما تخافش انا مش هاذيه، انا عايز الفانيلا بس. سيجاره يا ابو عليا؟ ما دخلش. ابو عليا انت عمرك رحت كفر الشيخ؟ لا يا شيخ. الست امتثال جارتكم اللي في الدور الرابع خامس شقه على الشمال، اخبارها ايه؟ الحقيقه انا علاقتي محدوده جدا بالجيرانها. محدوده لدرجه انك تجيب لها سلسله ما شاء الله عيار 18؟ ده بيوصى على سبع جار. والخمس كلاسين للامبراطور اللي هديتك بيهم. النبي ايه بالهدي؟ وقميص النوم الشيفون اللي النبي توتي صوتك. فصلوا الحوض. النبي يقول واحده كمان. النبي بقى اتنيل. اعملوا. حاضر. اهو وصلوا، يلا بسرعه. وصل ما بين الاتوبيس وصل. يلا الاتوبيس. طب استنى الاتوبيس. استنى الاتوبيس ايه يا احمد؟ انت رايح القلعه بسرعه. في تلميذه لابسه اليونيفورم بتاع المدرسه بتاعتنا. ايوه اقف كده عندها يا عم عادل. اوعى. طيب في ايه يا عم؟ بس هاتوا طلع اللي في جيبك. انت قد المسؤوليه دي؟ احنا معانا اولادنا مهمين. بس يا بنت العسيله خد بالك السيجاره في رقبتها والفلوس. حبايبي معاكم عم جميل، انا مش محتاج منكم اكتر من التليفونات. وات ار يو سين؟ ايه ده؟ ادعي بقى ان واحد يسرق اتوبيس لغات. جود ايفنينج ايفري ون. فودز فونز مانيز. لا انا مش مرتاح، انا مش عارف اسرق كده ومش متعود على الموضوع دوت. انا هرجع لعادتي تاني. مدام، مستر عبد الباري بيصفي كل املاكه بقاله اسبوعين. يعني ايه؟ يعني بيسيل كل املاكه. ماشي ناتاشا، شكلنا هنتحرك بدري المره دي. صح مدام. الله، دي موبايلات غالية قوي وكتير كمان. لا وساعات ساعات ساعات غالية قوي.
الله الله الله، ده في دولارات. العيال راح على المدرسه بدولارات يا بورد. طبعا يا مطلوب. حاضر حاضر، ما انا على طول كده. 540. لا يا حبيبي، هم 200 جنيه حلوين قوي. 540. لا لا اتكل على الله، يلا 200 جنيه حلوين قوي. مش هينفع يا فندم. انا مال انا بيه، انت مش شايلني همك ليه؟ يلا يا حبيبي مش هينفع. يلا يا اخويا، بس دي اول مره وبعد كده هنجيبك تاني. يلا بس تجيب ايه يا فندم؟ يلا اتكل على الله. ايه ده سلم؟ عامل ايه يالا؟ ازيك يا انكل جريشه؟ بقول لك ايه يا جريشه، انا بعمل بيض بالبسطرمة، عامل حسابك معانا؟ والله سبقتكم، بس مفيش مشكله يعني لو اكل لقمتين معاكم. ماشي. بقول لك يا سمعه، امرني. في بنت كده انت تعرفها مزنوق فيها، هتوش وشك بالزيت ده اشوهك والمصحف. الواد قاعد يا اخي، انت فهمت ايه؟ امال ايه؟ لا ما اقصدش، مش للدرجه دي. بنت صورتها كانت على الفلاشه اللي انت اديتها لي. مفيش حريم على الفلاشه بتاعتك؟ لا حبيبي، في حريم وحلوين وطعمين كمان. فين الكمبيوتر؟ الكمبيوتر في الثلاجه، لكن لو اللابتوب جوه. ايوه عندك في المفاعل. ايوه. يا سلم يخرب بيتك وحشني. عيال صغيره بس قرود. بقول لك يا سليم، انا كنت بعمل لك بيض بالبسطرمه، بس تقريبا قلبت مني على فاصوليا بيضه. الله يحرق ايامك. تعالى لقيت البنت يا سمعه. يحرق ايامك. بنت ايه؟ ايه يا عم القمر المنور دوت؟ هي دي؟ تخيل، ادهم العش عايزها في حمله اعلانيه كبيره قوي. وملقاش غير دي؟ بتطلعها في القفص بنت الجزمه. ما تحترم نفسك يا اخي بقى، احترم نفسك. الله فيها يا جدع، انت محموق عليها ليه؟ هي خطيبتك. والله شكلك انت مقنتب معاها ولا مظبط معاها. مظبط ايه؟ ما ينفعش اظبط معاها اساسا. ليه يا اخي؟ هي جت عليها. البنت دي، البت دي انا وانا البت دي. طيب يا سيدي ما تقلقش عليها، هناخدها تعمل الحمله وارجعها لك صخ سليم. طب افهمه ازاي المتخلف ده؟ يا بني ادم، انا والبت دي بني ادم واحد. ازاي يعني؟ كنت بعمل ماسك واحده ست، فجبت بت موديل اجربه عليها، فالبت طلبت فلوس زياده فعملته على نفسي. على فكره انت بتتشل على فكره. والله العظيم هو ده اللي حصل. ما تنفسي نفسك كده. ايه يا جريش، هو انا هختصبك ولا ايه؟ تليفونك كبير. الو. ايوه يا صانع السعاده. يا زفت، البنت اللي حضرتك طلبتها عشان تعمل الحمله، اهلها يا سيدي اهلها مش راضيين ان هي تمثل. انا هصور الاعلان بعد بكره. عرفت تجيب البت استبينا، ما عرفتش تجيب البت انا هبعت مدير انتاج دكر يجيبها من شعرها. هتقعد في بيتكم وهيطلع عين امك. الله الله الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي اهدي. سامحني لو سمحت. معلش انا اسف، لله السلك لمس في الكعبه فتقريبا اتكهربت. لا لا ولا يهمك، ده من حظي الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه يا ضع، على موضوع نبويه ده. ايوه ايوه. نبويتي. احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي، الكرييتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي، انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص. لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا. جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا باشا. حرك حاضر. حرك. استوب استوب. مين قال استوب؟ استوب. ايه ايه الحيوان اللي قال استوب؟ مين الحقني يا استاذ ادهم؟ الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه في اوضه النوم مش اوتوبيس. ادهم. ايوه. مجنن ازر، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده وانا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر بس. حلو حلو قوي، حلو قوي قوي. يلا 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 انا عايز اصور. يلا يا ريس. خلاص يلا يا ريس، عايز اصور يا جماعه. يلا. بقول لك ايه؟ بقول لك يا جريشه، انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100000 جنيه. 100000 جنيه؟ اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شوت واحد تحرش تاني مره. اكشن. بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد، انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي؟ مالها عينك ولا ايه؟ هما فين الرجال دي يا اخويا؟ انت عايز قلمات بوجهك؟ انت اللي عايز قلمك مش قلمك. ايه يا ولاد، انتوا عايز تعملوا ايه ولا ايه؟ سيبني يا حبيبي، سيبني يا ضلال. يا ولاد الكلب.
ايدك عشان ما تتعديش من قربك. طب والنبي يا اسطى اذن نلحق العربيه دي بسرعه يا اسطى. ايه شغل الافلام الامريكاني ده يا اسطى؟ يا اسطى العربيه اللي ماشيه هناك دي يا اسطى فيها اخر 3 تذاكر يا اسطى الحفل تيفاء وهبي يا اسطى. قول والمصحف يا اسطى. والمصحف يا اسطى. طب يلا بينا يا اسطى. يلا بينا يا اسطى. لا قول لي يا بورد، هو انت مش شاغل قوي ليه كده؟ جات لي مكالمه من عبد الباري بيه، الراجل شكله بيخلص بيموت، ما تعرفش مكالمه غريبه قوي. ايه اللي انت عامله ده؟ اقعد كويس. حاضر. تعرف كرو؟ ايوه. ما قلتليش بقى مين عبد الباري بيه ده اساسا؟ عبد الباري بيه ده الراجل اللي كنت شغال معاه قبل ما اعرفك انت وامك النكديه. كن قرف. اشتغلت معاه في تسال ليه؟ نزل رجلك يا اخي، انت مالك انت؟ اتحط ساكت. هو بيجري منكم كده ليه؟ سارق منكم حاجه ده؟ الحقوا يا اخي الحقوا. ما يعلم بيه الا ربنا. هو ده. ايه ده في ايه؟ انت وضحك ربنا يكرمك. حرام عليكم يا ابني. حرام عليكم. انتوا بتقولوا على الله. لا لا انا تعال تعال تعال. بس خلاص انا مسامح. انا خلاص مسامح. يلا يا عم اتكل على الله. اتكل على الله انا مسامح يا عم في الخبطه اللي انت خبطتها لي دي. يلا. وانا مش مسامح. ليه مش مسامح ان شاء الله؟ انت خبطتني من ورا يا اخي. الكوسه مقوره. خلاص ما اعتذرت لك وقلت لك مقوره. الكوسه مقوره. والله حرام. انا كده قلت لك الكوسه مقوره. يا سماح الكارت بتاعنا اهو، لو حبيت تبيع التذاكر. تذاكر ايه؟ انا مش هبيع تذاكر. انا ايه ولا ايه؟ افهم دي حاجه بس. يلا انت يلا خلاص يلا ركب يا كلابيزو. سامحك يا كابتن. امال خالي؟ يلا يا خالي. يا خير الله العظيمه يا رب. تعالى شوف المصيبه اللي احنا فيها. ما خلاص يا ابني ما تعيطش بقى. ايه يمك اتكتب عليها تعيش مذلوله؟ امسك يا ابني المذلوله انت وهو. 3 تذاكر اهم واحنا 3. تذكرتين تذكره. عداني العين. ايه ده؟ انت جبت التذاكر منه ازاي؟ بالتموين المغناطيسي. بس ده ما نامش. بس اداني التذاكر. وبعدين انت ليك اكل ولا بحلاق؟ الله يا ابن الجنيه. هو انت حرامي ولا سواق تاكسي؟ انا حرامي بس في اوقات الفراغ، انما التاكسي ده واجهه اجتماعيه. اركبهم يلا هوصلكم. فين يا عم؟ ما انا بجمع اهو. فين؟ ما ايوه بس خلاص. وقف 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 يا اخي. يا اخي في ايه بقى لنا ساعتين بالليل في التحمر مش عارف الطريق؟ عمر ايه وانا قاعد في السكه؟ اتكلمتوا مش عارفين ساكنين فين؟ من حاره لشارع لنقره لضحيره. الله يخرب بيوتكم ظلمتوا العفشه. الله يخليك يا اسطى. نتقابل في الحفله بقى. هق ومق وشكاليل وننبسط. تعالوا معاكم ازايزكم بقى. ازايز؟ احنا عندنا ازايز كتير في الثلاجه. عينك هات التليفون. مالك يا ابني مقير ليه ولا هنشيله منك؟ دولو مش معاه الا هو. دولو هو وانا معاه واحد تاني. هات ياض التليفون هخزن لك النمره. دوريو. انا شغال يا ابني اهو. ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التساهيل ومزاجي. تساهيل ايه؟ البوليس فوق. الله القلب معاك. ثانيه بثانيه. ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنه دي حالا. لا الجهاز ده الجهاز بتاعهم كان بايظ. كنت بصلحه لهم. بشغل وقتي مش اكتر. ايه ايزي ماما ثلاث دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير ثلاث دقايق. مين حضرتك؟ أعرفكم بنفسي أنا جميل. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. فعلا زي القمر. الحمد لله خلقت ربنا. ده الراجل اللي اشترينا منه التذاكر. قصدك اللي سرقته منه التذاكر. مين سمح لك تتكلم؟ أنا قلت يعني أشارك في الحدث. إحنا مش اتفقنا إن بعض الضيوف ما مدش ايدينا ولا نقول كلمة حتى لو جابوا لنا بيتي فور ولا حاجة؟ أنا آسف يا بورس. حتى بص الحركة دي؟ إيه ده؟
ده شكله عامل زي الحقيقي بجد. خالف طبعاً. ده ألماني ده؟ ده بريتا إيطالي. شكله حلو قوي، جبته منين؟ خدته تخليص حق. طب خد الله يبارك لك فيه. والله ما يرجع. يا جدع امسك فيه ايه؟ ايه يا جدع انت بخيل ولا ايه؟ يا جدع انت في بيتنا ايه؟ فين انت زيك؟ والله العظيم احنا معانا 1000 جنيه كنا هندفعهم لك، وماما عامله جمعيه الشهر الجاي هنقبضها ونجيب فلوس. ايه وجمعيه ايه؟ انا عايز التذاكر. اديهم له. اهم ايه ده؟ ايه ده؟ فين التذكره الثالثه؟ ايه ده؟ انت هتاخد التذكرتين اللي هنروح بيهم الحفله. فين التذكره الثالثه اللي كان عليها الرقم؟ رقم ايه؟ التذاكر. بيقول ايه؟ رقم ايه؟ بيقولوا ايه؟ بقول لك رقم ايه؟ هم مش عارفين انت بتتكلم على رقم ايه. فين التذكره الثالثه؟ ادينا لسه وقت التاكسي اللي كان معانا. نعم ايوه ادينا انا عشان وصلنا. وصلكوا؟ تقطيع عليا يا قاضي عبد الهبل انت وهو. هبله؟ طب الهبله دي بقى جابت ركان. انت لسه ما لبستش لغايه دلوقتي يا شوكت؟ ومش هلبس يا كاميليا، مش هلبس. كفايه تلوى دراعي في جوازه نسمه، مش هتلوى دراعي تاني ابدا. ولزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ لزومه ان انا اتفقت مع الواد دوت انه يجي لي لوحده اتفق معاه واشوف الكوت هوافق على الجوازه ولا لا. وايه اللي حصل غير كده يا شوكت؟ اللي حصل انه جايب لامه حضرته بيحرجني. انا مش هنزل يا كاميليا. كفايه انه من طرف سبع البرومبا جوز بنتك الصغيره. فيا بابي؟ ابوكي مش موافق على الجوازه يا حبيبتي. ايه؟ انت بتعملوا فيها كده ليه؟ بصي خلقتها؟ حرام عليكم والله العظيم. يعني انا اخت صغيرتي اتجوزت قبل ايه وانا واقفه على بيتكم؟ ليه؟ بس دي ناس كانت وش. كان وشها فين؟ ما وشها زي ما هو. انا بموت نفسي والله العظيم. لو انت معايا دلوقتي انا بموت نفسي. ايش السلاح يا طول يا بنت الكلب؟ انت شايف العند بتاعك هيوصلني هتموت نفسك؟ ما تهزيش ايديها يا كاميليا. هات هات يا بنت الكلب هاتي. انزل معايا. انا هنزل يا نادين، هنزل يا كاميليا، لكن يكون في معلومكم مش معنى نزلت ان انا هوافق. انا هنزل اقيمه واشوف. طب ممكن تلبس بقى من فضلك؟ مش هلبس، انا هنزل كده. يلا طب يلا. لا يا طنط رايحين فين؟ ما يصحش، بابي زمانه نازل. يا ابراهيم صدقني احنا غير ما يغوب فينا. اهو جاهو. سلام عليكم. مين ده؟ شوكة الحجار صاحب البيت والجاتو والشاي اللي طفحتوه ده. هو ايه اللي لابس ابوه كده نسمه؟ هو جاي قبل العريس ولا نازل يصلي الجمعه؟ ما تاخذونيش، انا قلت انزل على طبيعتي، انزل بجلابيه، ما رضيتش البس بدله مع ان الدولاب هيقع من البدل. ثم انتوا فاجئتونا بالزياره، في حاجه اسمها تليفون، امروني. ويا ترى هنأمرك واحنا واقفين كده ويا تسمح لنا ييح؟ لا ييحوا. هي لازم كم حرف كله؟ انا هخش في موضوع يا طول. يا ريت، لاني ما عنديش وقت. احنا جايين شاريين بنتك نادين يا ابننا ابراهيم. ابراهيم جاهز من مجاميعه وشقته عنده، وعروسه شافتها وعجبتها قوي. ويا ترى العروسه شافت الشقه فين؟ على الموبايل يا بابي، على الموبايل. فيه؟ انت شفت الموبايل فين يا بنت الكلب؟ شوكت مش معقول كده بقى، خليها تتجوز هي بتحبه وهو بيحبها. انا شايف يا عم ان احنا نقرا الفاتحه ونكتب الكتاب ونجيب الشبكه وصلي صلي. محجوز لك القاعه بالمره يا قمر. محجوزه يا عمي والله، خدتها من على بوقي، محجوزه قاعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مفيش حاجه هتتم الا بموافقتك، ده انت الخير والبركه. هي شوكت بيه نقرا فاتحه؟ جرى ايه يا هانم؟ ده انتوا المفروض بتفهموا في الاصول. نقرا الفاتحه ازاي؟ مش تستني لما اسال على المحبوس ابنك؟ بقول لك يا عمي، لو عايز تسال على ابراهيم اسالني انا، ده صاحب عمري اضمنهولك برقبتي. ما هي دي المصيبه. عمي انا رايي ننجز بدل ما الواد يتخطف مننا. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحه الله هتتقري يالا بنتي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك امين. وبالمناسبه السعيده دي بقى